هي كانت نقلة في نمط الشخصية، بالإضافة كمان إنه اللي كنا بنتكلم عنه، شوف إنه صلاح جاهين المبدع ده يعني هوجم من قبل بعض المثقفين على هذه النوعية، وقالوا له بقى صلاح جاهين بتاع الأغاني الوطنية الشهيرة اللي دغدغت عواطفنا يعمل في النهاية أغاني من هذا النوع. انت عاجبني يا 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 واد يا تقيل يا 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 مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 واد يا تقيل ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني قلبي يقول ياني 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 وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني عنده قرد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني عنده قرد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني ولا جرح رضاني ويبص ازاي كده كده اهو ويمشي ازاي كده كده اهو والضحكة ازاي كده اهو ويقف ويقول انا هو انا هو انت الرمسيس التاني يا 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 وادي يا تقيل يا 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 وادي يا تقيل يا 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 مش هيبها يا من شرطة اسم الله ولا دبلوماسي وإيديه ازاي اهو كده كده اهو ودقنه ازاي اهو كده كده اهو وحاوطه ازاي كده اهو ويقف ويقول انا هو انا هو والكون مش قد مقاسي يا 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 ودي يا تقيل انا حاسك عايش الاغنيه. أيوة. وانت قاعد حقيقي طبعا سعيد. آه. الايام دي ذكريات جميله جدا الحقيقه. هل كنت بدايه شويه لما البعض كان شويه يختلف مع حسين فهمي فيقول والله اصله دمه تقيل بعض الناس يعني اللي هو وياخد يا واد يا تقيل دي لانه جايز طبيعه الشخصيه كمان طبعا كانت كده يعني. اما عشان تغني الغنوة يا واد يا تقيل لازم يبقى تقيل والا هيبوظ الفيلم.
لا ما كانتش تفرق معايا، انا عارف نفسي كويس والناس اللي حواليا. مع انك بتحب الضحك جدا انت جايز يعني، لا ما فيش خمس دقايق لما بتضحك فيها. انا بضحك باستمرار وبحب الضحك، والضحك بيرد الروح يعني. إذا وبعدين عندي سنس اوف هيومر، ما اصل السنس اوف هيومر ده كمان الحقيقه يعني ما يعني ما بتوم مش بالعافيه، يو كانوت فورس يعني. يعني اما عندك او ما عندكش يعني، اللي هو احساس بالنكته يعني، احساس بال احساس بالنكته بالهيومر، عشان تضحك من قلبك الهيومر. كنت بتشوف انه الوسامه والجاذبيه جواز مرورك للاعمال الفنيه ولا ادائك الفني؟ يعني لو ما عندكش اداء فني ما كنتش هتستمر. بالظبط كده، الاداء الفني يعني اذا مش موجود ما فيش استمراريه خالص. المسألة مش مسألة شكل، أصل لو كانت المسألة شكل طيب شفناك أوكي طيب وبعدين هتعمل إيه؟ شفناك تاني طيب هايل جميل قوي، وبعدين شفناك تالت طب وآخرتها إيه؟ ما هو لازم في الآخر يعني لازم تقدم حاجة. فأنا أعتقد إن اللي خلاني استمريت هو أدائي في الأدوار أنا، وبعدين حصلت على جوائز أحسن ممثل كتير قوي يعني. سواء كان سينما، مسرح، تلفزيون، عملت أهل النبكوات على المسرح، زكية في الوزارة على المسرح القومي. طبعا والمسرح ده تحديدا كمان يعني الـ 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 الأداء العالي فيه يعني هو المقياس كمان يعني. طبعًا. وكل الأعمال الفنية عموما يعني. طبعا. طيب عايز قبل ما نسيب المشهد، حزنت على موت سعاد حسني؟ جدا جدا، لان سعاد كان متكلمني قبليها بثلاث ايام بالظبط يعني ظل التواصل بينكم. طبعا وكانت راجعه مصر خلاص، وانا فاكر ان انا كرمتها في مهرجان السينما لما توليت مهرجان اداره مهرجان القاهره السينمائي الدولي. في اول دوره كرمت فيها سعاد وكنت عايزها تيجي يعني تتكرم، قالت لي مش هقدر اجي، فقلت لها طب على الاقل ابعتي لي رساله صوتيه ازعها للناس، وحصل عملت رساله صوتيه من البي بي سي واستقبلناها هنا في التلفزيون المصري ووزعتها. بس حصل ازمه وقتها حزنت فيها سعاد حسني، قالوا انه تم منتجه كلامها. انا سعاد اتكلمت كتير فكان الزمن يعني ما نقدرش على المسرح نقف 10 دقائق، فاحنا اختصرناها، اخذنا الكلام المهم. لا نقف يا استاذ حسين مع سعاد بس 10 دقائق في حفل افتتاح مهرجان بتبقى صعبه يعني. الـ الـ العالم ما يستوعبش كده، والضيوف الاجانب ما تستوعبش كده يعني. الرسائل دي بتبقى مختصره جدا دايما يعني. انا شفتها في اكثر من مهرجان، ممثل مش قادر يعني يبقى متواجد عشان يحصل على جائزه، بيصور في المكان الفلاني فبيروحوا اللوكيشن بيصوروه فبيقول دقيقتين. سعاد يعني كان حوالي 10 دقائق، فكان كتير قوي. ما قدرتش اخلي المسرح ثابت كده لمده 10 دقايق. فانت قلت تلخص بس لما حزنت سعاد وغضبت يعني هل كلمتها؟ لا انا طبعا بكلمها باستمرار، ما هي كلمتني قالت لي يا حسين انا ايه رد الفعل؟ اولا هي ما كانتش عارفه رد الفعل، فيوميه بالليل كلمتني ايه رد الفعل؟ قلت لها هايل يا سعاد، كان حاجه جميله جدا. حد قال لها بعد كده دول شالوا الكلام وبتاع، لان هي فكلمتني قالت لي، قلت لها يا سعاد لازم المده الزمنيه ما تبقى محدده يعني، دقيقتين كان يعني هايل يعني مور ذان انف، ويالت فيها كلام كويس يعني، شكرت فيها الناس كمان. طبعا لا وكانت يعني لحظه لا ينساها الناس، لانه سعاد علامه من علامات السينما المصريه. بالظبط. وحزنت الموتى لكن ما حاولتش من خلال يعني معرفتك بسعاد حسني تسال نفسك سؤال انه قتلت ام انتحرت؟ يعني هل بتستبعد عمليه الانتحار ده 100%؟ لا سعاد قتلت في رايي 100%. يعني انا متاكد من كده، سعاد لم تنتحر، كانت بتكلمني قبليها بثلاث ايام بتقولي انها جايه. ازاي يعني بتخطط للحياه؟ ايوه طبعا، يلا شوف لنا موضوع حلو، شوف لنا فيلم نعمله مع بعض تاني يعني. مش ممكن حد بيتكلم مش بالمنطق ده ويبقى وينتحر. وبعدين عايز اقول لك حاجه، سعاد كان عندها يعني الم في ظهرها فبتاخد مهدئات. طب اللي عايز يعني ما تنتحر في السرير، ما تاخد الحبوب وتنتحر في السرير، ولازم يعني يعني فكره الموت من البلكونه ده يعني لابد ان يكون دفعا يعني. طبعا دفعا. وبعدين بعيد عن المبنى، ما انا يعني اتكلمت مع مجموعه من اي حد بيقذف نفسه من مبنى ما يقدرش يوصل ابعد من متر ونص. طب الجثه كانت على بعد 6 متر من المبنى. ده معناه ان في رمي وفي دفع طبعاً. يعني وبعدين كان في سلك في الشقه اللي كانت فيها، السلك مقطوع بمقص،
يعني حد فاضي بقى انه اللي بينتحر ده يقعد كده يقصقص في السلك عشان يعني مش ممكن يعني. وبعدين حاجة تانية, الانسان اللي بيسقط من ارتفاع وهو عايش في دم, لانه بيبقى عايش, ما كانش في دم حوالين الجثة, ما كانش في دم حوالين سعاد. عشان كده انت بتؤكد, وكمان من خلال يعني معرفتك بيها واتصالك بيها حتى في اللحظات الاخيرة انها قتلت ولم تنتحر. طبعا. سؤالان فضوليان, يعني مين اجمل ممثلة بيعتبر حسين فهم انها مثلت امامه, ومين اقوى ممثلة اقوى في الاداء, ومين اجمل ممثلة؟ فضول بقى, فضول. كلهم جمال جدا يعني. بقول لك حبيتهم كلهم يعني. انت عايز تزعلهم مني ولا ايه؟ لا, واداء قوي, ادائهم قوي جدا كلهم. مفيش نادية لطفي, شادية, انا عملت 4 افلام مع شادية. طبعا. سهير البابلي ممثلة قوية جدا. نجلاء, يعني اقول لك مين ولا ايه؟ طبعا في ممثلات قوية اخوية جدا يعني. نادية لطفي. عملت مع نادية لطفي طبعا. الاخوة الاعداء, وعملت زهور برية. يعني انت لكن ما بتقولش يعني, ما بتوقفش عند لحظة معينة وتقول دي الاقوى اداء يعني. لا, ما انت عندك يسرى وليلى علوي وكلهم ممثلات جامدين جدا يعني. الهام شاهين, لا, في ممثلات هايلين في مصر. اخويا فعلا يعني. طبعا انا حبيتهم كلهم دي يعني. انت طبعًا في ال يقول لك حسين فهمي من شهر طالع واكل, لازم واكل. انت هتدق بقى. انا بدات انق يعني. شكلك كده. طيب, وشايف انه الوسامه والجاذبيه وحدها ما تنجحش؟ لا 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 خالص, لان البعض بيعتقد كده يعني. لا, خطا كبير جدا. وبعدين حضرتك جبت حته كنت قلتها زمان, الكاريزما. الكاريزما دي احنا اتعلمناها في امريكا. كاريزما كان دايما يقولوا لنا اي حد عنده كاريزما is going to يعني هيوصل. كاريزما, حب تطلع الشاشه. سعاد حسني كان عندها كاريزما عاليه جدا. نجلاء فتحي كاريزما عاليه جدا. يسرى كاريزما عاليه. ليلى علوي في كاريزما. دي كاريزما يعني.